فده مشروع تبع كلية إعلام جامعة القاهرة. هو بيهدف ان احنا بننشر ثقافة التعلم الذاتي وان احنا نخلي الناس تتعلم بنفسها، مش حط قدامها ان انا بتعلمتش كويس في المدرسة وما تعلمتش كويس في الجامعة فانا مش عارف اعمل اي حاجة. لا، احنا ده بهدفنا ان احنا ننشر الثقافة دي. كمان بدأنا نوسع الموضوع، عملنا ابليكيشن النهاردة ينزل على الاب ستور، والنهاردة كمان عاملين ايفنت في ساقية الصاوي اسمه ازاي. ايفنت ازاي كمان معانا هاني حتوت هوست بتاع الايفنت، عندنا في اندرو اشرف، عندنا في عبد الله عامر، هند مسعد، مرام سنوسي، حسام هيكل، دول السبيكرز اللي معانا النهارده. هدف ازاي هو بيتكلم عن نشر ثقافه التعلم الذاتي، وازاي ان انت تتعلم بنفسك، وازاي ان انت تلجا للانترنت اللي احنا بنستخدمه از السوشيال ميديا، ونعمل نعمل سكور على الفيسبوك اللي احنا بنستخدمه في التعلم. ازاي النهارده هو اتكلم عن كذا حاجه، انا كنت على انجلش، حد كان عن موكس، حد سيلف ليرنينج. يعني النهارده الناس خدت نبذه مختصره عن كل حاجه ما شاء الله. النهارده كنت عن انجلش، ازاي اتعلمه، ازاي نعمل ليرنينج سايز بتاعنا، ازاي يكون في موتيف من خلالنا نتعلمه، من خلاله يعني نقدر ان شاء الله نحقق بيه نتائج كبيره جدا 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 باذن الله.